معانا السيدة أم محمد، اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ عمرو، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وفي صحة وسلام يا فندم. يا رب يخليك. بص يا دكتور، أنا تقريبا يعني اتلدعت من موضوع الشك دوت من زوجي، بس هو كان بيتعاطى أقراص مخدرة. ولدرجة ان هو جاله يعني مع تشخيص الدكتور، لان انا وديته للدكتور، ان هو عنده خلل في الكيمياء بتاعة المخ. طبعا. بس للأسف يعني في الفترة دي قعدت فترة واحنا في مشاكل مع بعض، يقول لي حاجات ما بتحصل، يعني هو شايفها انها بتحصل وهي ما بتحصلش. طبعا عنده ضلالات، عنده ضلالات وهلاوة السمعية وبصرية، بيحصل بسبب أيوة المخدرات. لدرجة ان هو جه في مرة رفع عليا سكين انا وولادي، يا رب. وسبت البيت ومشيت، وانا اصلا قاعده مع حميتي، وهي اللي انقذتك منه طبعا. لا هي ما كانتش موجوده اصلا، هي كمان كانت عارفه ان احنا في مشاكل، وكان سابت البيت اساسا ومشيت. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا في الفتره ديت انا خدت ولادي ومشيت. طيب فين سؤال؟ وقعدت فتره ان انا يعني حد يتواصل، اتواصل مع اهله ان حد يلحقه من اللي هو فيه، وان هو في مشاكل، هم ما صدقونيش. طيب. هم صدقوه هو. فين سؤالك بقى يا ام محمد؟ انا دلوقتي تقريبا يعني ثلاث ارباع اهله انا قاطعتهم، لان هم كانوا معاشريني وعارفيني وما كنتش ببعد عنهم يعتبر. طب سؤالك، انا دلوقتي مقاطعتش ليهم، انا كده شايله ذنب؟ طب اجاوب على اجاوب حضرتك يا ام محمد. بص يا ام محمد، انت كونك ما بتكلميش اهله لان هم تخلوا عنك وخذلوك، انت مش لازم تكلمي كل الناس كلها، واهله مش واجب عليك ان انت تتواصلي معاهم اذا كنت انت مش بتقابليهم. هو امتى واجب عليك ان انت تكلميهم؟ اذا انت قابلتيهم في الشارع فبتقابليهم على طول، فما تعرضيش عنهم وما تمتنعيش عن السلام عليهم. اما لو انك انت ما فيش تواصل بينكم، انت مش واجب عليا ان انا اتواصل مع المخلوقات كلها، مش متواجب عليا ان اتواصل مع الانس كلهم، مش واجب عليك. مقاطعتك ليهم لانهم خذلوكي وانت ما بتقابلهمش، ده مش نوع من انواع اللي بيخليكي تقعي في هذا. لكن انت لو قابلتوهم، لا، لازم نلقي على بعض السلام لو ان احنا فوق المده دي، لكن انت مش لازم تكلمي كل الناس دي. ليه بقول لك كده؟ لان انا عندي مشكله، مشكله الادمان دي لازم يبقى في تحالف من المحيطين بالشخص ده عشان يخرج من ادمانه. وزوج حضرتك لازم يخرج من الإدمان ده، لأن الإدمان ده مهلكة. لكن في نفس الوقت أنا عايز أقول لك حاجة، أدينا بنقول أهو، إن أنت لما خرجتي عشان تنجو بأولادك وبنفسك، ده تصرف في بعض الأحيان بيبقى تصرف رشيد في التعامل مع الإدمان، لما يصل الإنسان إلى إنه احتمال يصل إلى حد القتل. فإذن اللي انت عملتيه ده صحيح. كونك ما بتتواصليش مع اهلك، هقول لك بقى سنة، انا خلاص خلصت الفتوى، تعالي اقول لك نصيحة. انت لازم يبقى عندك خط تواصل عشان تتواصلي معاهم، عشان يتحالفوا معاكي، عشان تخرجوا زوجك من ادمان. فمقاطعتك ليهم بتضرك. ليه؟ مين اللي هيساعدك عشان تتحالفوا انتوا، عشان تساعدوا زوجك ده اللي هو ابو اولادك؟ يبقى الحل رأيي ان انت تفتحي خط معاهم وتكلميهم بهدوء وتكلميهم بحكمة عشان يتعاونوا معاكي، عشان يساعدوكي في ان زوجك يخرج من ادمانه ده. يبقى انت واجب عليك ان انت تكلمي اهل زوجك واحد واحد، لا مش قضية، لكن انت محتاجة ان انت تكلميهم. ودي مش الغاية تبرر الوسيلة، بالعكس، ده وتعاونوا على البر والتقوى. ادخلي معاهم وكلميهم من باب التعاون على البر والتقوى وإخراج زوجك من مسألة الإدمان دي.